الخير، اهلا وسهلا بكم، التحقوا بنا. انا عارفه بلي اليوم الاحد وراهو يوم عمل، فنقول للجماعه انه اعذروني، انا نحب نتكلم تلقائيه وبدون سابق انذار، نتكلم في الوقت اللي حابه نتكلم معكم فيه باش ما يكونش كلامي متصنع ولا عنده نوع من ترتيبات. انا نحب نتكلم معكم دائما على المباشر، وقت ما نحس اني حابه نتكلم معكم وفي حاجه اني نفضفض لكم ونقول لكم ما في قلبي وما يدور في عقلي. نرجع دائما الى موضوع ازدواجيه الجنسيه بالنسبه للموظفين في المناصب الساميه تاع الدوله الجزائريه. جماعه راهي تركز فقط على المناصب اللي هي الوزاره، يعني انا نقول لكم باللي كاين مناصب او كاين وظائف اهم من وظيفه وزير، صدقوني، اللي هي داخله في اطار الوظائف التنفيذيه مثل المدراء العامين ولي بي دي جي ورؤساء المديريات العامه والمدراء المركزيون في الوزارات والمدراء العامون في الوزارات، ايضا كاين في المدراء الولائيين، يعني كثير من المناصب حساسه جدا الولات لي شيف دايغا، هادو كامل مناصب حساسه جدا، وحتى النواب في البرلمان. ولهذا انا نقول لكم يا جماعه قضيه ازدواجيه الجنسيه هذه نقطه حساسه وخطيره جدا، ولازم حنا نتكلموا فيها مع السيد رئيس الجمهوريه كشعب وكحزب، نتكلموا معاه، وماذا بيا انكم تطلبوا من رئيس الجمهوريه انه ما ينصب حتى واحد على مستويات معينه وعلى راس اي مؤسسه سواء كانت استشاريه او تنفيذيه يكون عنده ازدواجيه في الجنسيه، لانه ما يقدرش اي شخص يعني يكون عنده جنسيه تابع الى بلد معين، لانه يقدر يكون حقيقه ملتزم باسرار الدوله الاصليه نتاعو. نقول لكم علاش، ماشي قضيه خيانه وانما هي قضيه التزام ايضا تجاه الدوله التي عطات الثانيه اللي عطات له الجنسيه. هذه الدوله الاجنبيه اللي عطات له الجنسيه عطات له حقوق، وما دام عطات له حقوق فمن واجبها انها يكون عليها، يعني يكون عليه واجبات تجاهها، من ضمن هذه الواجبات انه تفيدوا او يفيدها في الدوله اللي راهو الدوله نتاعو الاصليه، ويصعب عليه، يعني يصعب عليه باش يرفض طلبات الدوله اللي عطات له الجنسيه، خاصه اذا كان يشوف بان هذه الجنسيه تهمه وتعتبر مصير بالنسبه ليه والاولاد والعائله نتاعو. ولهذا يا جماعه باش نتفاداو الخطر بلا ما نقدحوا حتى في واحد، نقولوا الدوله هي اللي تقوم بالحل لهذه المشكلة، ولازم هي اللي تتوقف على تعيين الناس اللي عندهم جنسية مزدوجة. فالأبناء نتاع الجزائر اللي راهم ما عندهمش جنسية مزدوجة راهم على راسهم كما يقولوا، عدد بالملايين وكفاءات ما شاء الله، فاحنا ماناش في حاجة باش نجيبو ناس من عندهم جنسية مزدوجة ونعطوهم أسرار الدولة نتاعنا، ومن بعدين هما يبقاو بين المطرقة والسنداب ومضطرين باش يخدموا الدولة اللي عطات لهم الجنسية، ويضروا الدولة الجزائرية اللي هي الدولة الأصلية نتاعهم. نحب نقول أيضا للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نقول له يا سيد الرئيس، إذا كان صعب عليك وما وصلتش للكفاءات اللي تعاونك على إدارة الدولة الجزائرية، استشير المواطنين، احنا شخصيا مستعدين باش نشيروا عليك بناس أكفاء وجزائريين وما عندهمش جنسية مزدوجة، سواء في مجال الاقتصاد ولا الشؤون الاجتماعية ولا في مجال السياسة ولا في مجال إدارة شؤون الدولة ولا في حتى في مجال البروتوكولات، في كل شيء كاين اطارات وكاين شباب وكاين ناس قادرين ودرك وين جايين للدنيا ونافحين للعمل وعندهم خبره نعتبروها كافيه باه يتولاو هذه المناصب. فمش معقول احنا نخليو ابن الجزائر اللي عنده جنسيه احاديه ونروحو نجيبو مزدوجي الجنسيات، وانتم تعرفوا مليح انهم ما يقدروش يكونوا ضد الدوله اللي عطات لهم الجنسيه، فمعنى هذا تاع كل واحد دخل خاين لدار. انت تعرف انه
انه هاد القضيه حقيقيه، يعني ما تقدرش تنكرها. الكلام تاعنا موجه لرئيس الجمهوريه اللي يعتبر اللي هو المسؤول امام الشعب. احنا ما عندنا حتى مسؤول امام الشعب بعد رئيس الجمهوريه، لانه رئيس الجمهوريه هو اللي انتخبه الشعب. مادام انت راك عندك هاد الشرعيه من طرف الشعب، ما عليك غير انك ترضي الله ثم بعد ذلك الشعب مباشره. الشعب اللي كان عاد من حولك الشعب، اي رئيس ما يكونش الشعب ضده رايح يكون قوي، وقوي جدا، خاصه اذا كان الشعب يقر ويقول انا انتخبت هذا الرئيس. الشعب او الرئيس، رئيس الدوله اللي عنده، رئيس الجمهوريه اللي باش يكون رئيس جمهوريه، انا اش نقول رئيس دوله ورئيس جمهوريه؟ رئيس دوله ما يكونش منتخب، لكن رئيس جمهوريه يكون منتخب. يعني رئيس جمهوريه يعني هو الرئيس اللي اختاره الشعب، ولهذا الشرعيه تاعو جات من سيادة الشعب ومن اراده الشعب، وبالتالي هو يتقوى بهذا الشعب. الان الحمد لله اغلبيه الشعب الجزائري راهي متوعيه، ونتمنى يا سيدي الرئيس انك راك تشوف اللايف هذا، والشعب راهو واعي وراهو مستعد باش يوقف معاك، وراه واقف. يبقى انت مدلو يدك برك، مدلو يدك وتشوف واش الميراكل، وتحس روحك انك رئيس حقيقة، لانك نوراك الشعب يدعمك ويدعم الطرح، وانت تدعم الطرح، يدعم هو الطرح نتاعك وانت تدعم الطرح نتاعو. فقضية ازدواجية اللهجة هذه، عفوا ازدواجية، مازلنا نعلم ازدواجية اللغة لانها مشكلة ايضا. اذا ازدواجية الجنسية معضلة كبيرة، نتمنوا انكم توقفوا، مش نتمنوا، احنا نطالبوكم انكم تتوقفوا على هذه القضيه، هذا الامر، وما تزيدوش تعينونا حتى واحد في ويكون رائد على مستوى مؤسسات الدوله الجزائريه من الولايات الى الوطني. مره ثانيه، كل مره نقول لكم بلي نكمل لكم التغييرات اللي طلبناها في الدستور، ولكن ما كل مره يعني نتوقفوا. من ضمن احنا من ضمن المطالب نتاعنا في تعديل الدستور هو تقليص عدد الوزارات وتقليص عدد اللجان في البرلمان، لانه هذا التقليص رايح يسمح اولا الحفاظ على اموال الدوله في خزينه الدوله، ثانيا هاد اللجان كل هاد الوزارات على واه؟ لانه في الحقيقه دوك نقول لكم، في الحقيقه يا جماعه خلق مناصب وزاريه هي إرضاء لجهات كثيرة، هذا ما كان، لأنه نشرح لكم واش معناتها وزارة. الوزارة هي عبارة عن مؤسسة عندها سلم تصاعدي وعندها هيكل أورغانيغرام. الأورغانيغرام هذا عنده تخصصات، كاين كل مديرية عندها مدير مركزي ولا مدير عام، ومن تحت يجي مدراء مركزيون، ومن بعدين يجي من وراه مدراء، ومن بعدين مدراء نواب أو نواب طبعا، ومن بعد يجيو الاخرين. يعني اصلا الوزير ما رايحش يخدم، هو اللي راح يخدم هو الطاقم تاع الوزاره. يعني مثلا كي تجيب وزاره يعني مثلا الداخليه والجماعات المحليه والبيئه، علاه حتى تزيد تخلق وزاره تاع البيئه؟ انت عندك مدير مركزي ولا مدير عام تحطه في وزاره الداخليه والجماعات المحليه، يتعامل مع البلديات، ويكون عندك مدير مركزي تاع البيئه مثلا. عليه تخلق وزارة للطاقة المتجددة، وانت عندك وزارة الطاقة اللي تجمع كل الطاقات، فالتما راح يكون عندك المدير المركزي ولا المدير العام انت الطاقة، بلا ما دير منصب وزير. فمناصب الكثيرة هذه تاع الوزارات تميع الامور وتولي السلطة متميعة. والمشكل انه في الحكومة وفي الطاقم الحكومي يصرى خلافات كثيرة بين اعضاء الحكومة، تلقى هذا ما يحبش يعبر هذا، هذا ما يردش على هذا، وتتعطل الامور. في حين لما تكون الوزاره تحت قياده وزير واحد، وهي عندها عده تخصصات ملتحقه او كما نقول لها علاقه بهذيك الوزاره، فهنا هاد المدراء المركزيون ولا العامون مضطرون انهم يسمعوا الى راي الوزير. فاحنا بزاف عندنا الحقائب الوزاريه بلا فارغه في هكاك تعرفها. بالنسبه ايضا قلت لكم لي بالنسبه للجان في البرلمان كاين بزاف. حنا اقترحنا وفي في السلطه التشريعيه اقترحنا انه تكون عندنا 8 لجان فقط، 8 لجان فقط في البرلمان متخصصه طبعا،
وعندنا زدنا يعني عندنا سبعه وزدنا الثامنه، حنا اللي زدناها، حنا اقترحنا ان نلموا هذيك اللي جان في سبع لجان فقط ونهزوا ونديروا ونضيفوا لها لجنه ثامنه هي لجنه العرائض. واش معناتها لجنه العرائض؟ هي اللجنه اللي تستقبل الانشغالات نتاع المواطنين، هي اللجنه اللي يروح النائب سواء جات عن طريق الشعب مباشره ولا جات عن طريق النواب، يجي النائب يعني يحط هذيك العريضه في هذيك اللجنه اللي هي سموها لجنه العرائض، سواء كان هذا النائب حر ولا وحده ولا في كتله، يدي مباشره الى لجنه العرائض. في لجنه العرائض تكون اهم اللجان هي لجنه العرائض، يدرسوا العريضه ويصنفوها يبعثوها للجنه المختصه، واللجنه المختصه تبعثها للوزاره المختصه وبسرعه يعني بدون تماطل، وهكذا يتحل المشكل وتوصل كل انشغالات والعرائض اللي تحب توصل للبرلمان ممثلي الشعب. هذا واش حبيت نقول لكم اليوم، ما نطولش عليكم ونقول لكم بارك الله فيكم، نهاركم طيب ان شاء الله، موفقين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.